السلام عليكم اخوانا اخواتي الكرام، تحياتي لكم جميعا، كنحييكم كل واحد باسمي، فيمكنك انتو ازور في اللو. في هذا الفيديو هذا بغيت نتكلم على ديك العمليه اللي قامت بها المخابرات الاسرائيليه الموساد في ايران، اللي على اثرها اغتالت العالم النووي او الصاروخ الايراني العالم الكبير محسن فخري زاده. وبغيت نربط هذه العمليه هذه يعني بعده امور متعلقه ببلادنا احنا المغرب. المهم، هذا فخري زاده عالم ايراني معروف، عنده عده ابحاث لا في الذره ولا في الصواريخ الى اخره. اسرائيل يعني كانت حطاه على لا ليست، اسرائيل او المخابرات الاسرائيليه بالتحديد الموساد كانت حاطه على لا ليست ديالها. علاش؟ لان اسرائيل او المخابرات الاسرائيليه عندها واحد العقيده، هي ان الامن القومي ديال اسرائيل ما كيبداش او ما كينتهيش عند الحدود، اخر نقطه حدوديه ديال اسرائيل. لا، الامن القومي ديال اسرائيل هو في اي نقطه في العالم. هذه هي العقيده ديال المخابرات الاسرائيليه، الامن القومي ديال اسرائيل في اي نقطه في العالم، ماشي يعني في غير في الحدود. لا، اي حد او اي دوله كيهدد الامن القومي ديالنا يدنا طويله غادي توصل ليه، كما وقع الان مع هذا زاده. وهذه العمليه هذه عمليه مرعبه بزاف. علاش؟ لانها كشفت ان الموساد الاسرائيلي ممكن يكون كيتوفر على شي تكنولوجيا اللي مازال حتى شي واحد في العالم ما وصل لها، وهذه التكنولوجيا هي اللي وظفتها في هذه العمليه ديال الاغتيال. وكيبين كذلك ان هاد الادوات التكنولوجيه ديال سميتو ديال المخابرات راه تطورات. يعني المخابرات ما بقاش هذاك يعني عند هذيك الصوره ديال داك اللي كيكون واحد راجل بحالنا حنا، يعني بكري كنا كنسمعوا دوك القصص كيقول لك لا راه كان يعني واحد كيسير الصباط راه مخابرات، واحد ما عرف شنو راه مخابرات. لا، دابا المخابرات ولا عندها واحد يعني واحد تقنيه جديده، واحد العقل، واحد ثقافه جديده صح التعبير. فهاد ابراهيم زاده كان غادي من واحد المدينه حتى لطهران، المسافه بين هاد المدينتين تقريبا 200 كيلومتر. وصل لواحد المنطقه، في ديك المنطقه شويه فيها يعني منطقه فلاحيه، كانت واحد الطوموبيل تما مباركي على الجنب، واحد الطوموبيل يعني مباركي على الجنب. غير وصل الموكب ديالو حدا ديك الطوموبيل، في ديك الطوموبيل ما في حتى شي واحد، جا واحد الرشاش، واحد المترية خرجت طلعت بدات كدقدق في دوك ثلاث السيارات. فاش كمل داك الرشاش وهي تفرقعات هذيك الطوموبيل اللي تما، كلشي مات امام اندهاش حتى السلطات الايرانيه من التقنيات اللي توظفات في هذه العمليه، وكذلك من المهاره ديال التنفيذ. اكيد ان غادي يكونوا شي ناس جابوا ديك الطوموبيل تما، اكيد غادي تكون الموساد عندها العملاء ديالها في ايران اكيد، لكن شوفوا هادشي كيفاش، يعني هاد العمليه كيفاش يعني نفذوها بهذه التقنيه وبهذه المهاره. وشوفوا الناس كيفاش كيدافعوا على الامن القومي ديالهم. من قبل الا كنتو مازال كتذكروا الناس اللي متبعين هذه القناه، كنت تكلمت على ديك العمليه اللي قام بها الموساد في تونس، قام باغتيال داك المهندس محمد الزاوي، المهندس اللي كان كيصنع اولا كان كيعطي الشيمات ديال الطائرات بدون طيار سميتو حماس، وجاو حتى لتونس وقتلوه صفاقس 2016. اليوم داروا هذه العمليه هذه ديال ايران. من قبل الا كنتو الناس مازال كتذكروا كذلك، الناس اللي متبعين هاد القصص المخابرات، كانوا نفذوا واحد العمليه في دبي. كان واحد فلسطيني سميتو المذبوح
هذا الفلسطيني هذا كان عنده واحد بنية قوية، مشى قتل شي 7 الجنود، قتل شي 7 الجنود ديال إسرائيل، وما عرفتش جوج عيالات ولا ما نعرف. مهم دار واحد المذبحة وهرب. هرب فين؟ مشى لدبي، قال تما السيد فات عليه سنين هذه القضيه اللي دار. هو سيد كبر في العمر ولا راجل يافع حتى الاخيره، ولا خدام كوميرس البيزنس في دبي، ولكن اسرائيل ما نساتش. شوف 7 الناس اللي قتلوا. الجريمة التي التقطتها عدسة الكاميرا في دبي. عمليات الاغتيال لأشخاص بعينهم ضرورة في العالم المعاصر. اشترك 27 شخصا في العملية، لكنهم ارتكبوا خطأ باعتقادهم أن أحدا لن يكشفهم. اعتقدوا أنهم سيتمكنون من الفرار بجريمتهم. تقول حكومتنا أن إسرائيل زورت جوازات السفر البريطانية التي استعملها القتلة، فكيف فعلوا ذلك؟ هذه العملية اللي قاموا فيها في الفندق يعني نزلت من قيمتهم شوية، نسات هيبتهم. علاش؟ لأن شوية ولا أضحوكة، يعني المخابرات الإسرائيلية ولات أضحوكة في العالم من بعد هذا العملية. علاش؟ لأنهم يعني كاينين تما دوك الكاميرات في الهوتيل، ودايرين داكشي الاستخفاء بحال داكشي ديال بكري إسماعيل ياسين الجورنال، يعني كيتخباو. جا واحد زعما ديك اللعبه راه كيلعب التنس، وجا وقف حدا المذبوح باش يسمع الشومبر شحال الرقم الشومبر ديالو، يعني خلاو بزاف ديال الاثار، خلاو بزاف ديال الاثار. فلهذا الهيبه ديال المخابرات الاسرائيليه الموساد نزلات فهذيك اللحظه، هذيك اللحظه لدرجه ان حتى الامارات، حتى دوله الامارات يعني خرجات وقالت لك راه الموساد وهكي داروا الى اخره. كان ضحي خلف عندك ساعه يمكن هو المدير ديال المخابرات ولا ما نعرف ديال داكشي ديال سميتو ديال ابو ظبي ولا الامارات يمكن. انا كيتخالفوا لي الامارات مع ابو ظبي، ما عرفتش فين هي الامارات فين ابو ظبي، كنسمع الامارات وصافي دوله وحده وصافي. مهم من بعد قاموا بديك العمليه ديال تونس، موراها بهاد العمليه هذه ديال محسن فخري زاده. لكن هاد العمليه ديال محسن فخري زاده خطيره بزاف، يعني الناس اللي متبعين هذوك الاسرى في المخابرات غادي يعرفوا بان هاد الناس هادو صافي توب توب. التكنيك اللي كيوظفوا وطوب ان الناس كدافعوا على الامن القومي ديالهم. شوفوا الناس، انا عرفت شي اجرام راه قتل اجرام ماشي يعني مش انا كندافع عليهم، ولكن شوفوا الناس كيفاش كيدافعوا على بلادهم. بحالنا احنا وحده امينته زمر حدا مرونه البلاد على قدها. ها هو راه دابا راه مشات، دابا راه خرجات، راه ما بقاتش في المغرب، مشات قالت لك لاس بالماس. راه فاش دخل الجيش المغربي في منطقه القرقرات وجرع على هاد الصعاليك ديال الصحراء، هاد صنداريستان، فاش جرع عليهم هي بحال جا شويه ديال الرعشه وجدات بغات تعلق، جاو لقاو فيها كورونا، قال لها سيري حتى تبرئي من كورونا عاد ديك الساعه جيبي صافري. وفعلا مشات جابت ورقه خرجت. انا عندي سؤال لهاد امينه حيدر، غير بالمناسبه عندي لها سؤال. دابا انت كتناضلي من اجل الوحده ولا من اجل الشعب الصحراوي ولا اخره، الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه الشراكه الشعبيه، الشعب الصحراوي بين قوسين، انت كتناضلي علاش عايشه في المغرب؟ سيري لتندوف بتنف... علاش شنو كدير في العيون؟ سيري لتندوف كلاجئه وتضامي مع خوتك وعيشي في تندوف، عيشي في ديك الخيام وعيشي في ديك الرمله وفي ديك الغبره وفي ديك الويل. علاش هي كتستغلي الخدمات اللي بنينا حنا في الصحراء المغربيه اللي بناو المغاربه من فلوسهم؟ حنا اللي بنينا داكشي من اموال الضرائب ديالنا، علاش كتستغلي داكشي؟ فانا ما فهمتش. وهي في نيويورك، هي في باريس، هي في هادي وهي في هادي وهي في هادي، ومخليه مع الاسف مغاربه، انا مغاربه خاونه، ولكن راه مكرفصين في ديك تندوف.
وغالبيتهم راه محتجزين عايشين في داك الرملة وما كاين لا ما لا ماك لا 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 الجوع والنوع وما شنو. وانا كيبقاو في دوك الدراري الصغار هما اللي كيبقاو فيا الدراري الصغار هما اللي كيبقاو فيا. فاحنا شوفوا حنا كدولة مغربية خايفين اننا حتى نعتقلوا وحدة خدامة بغات تقسم المغرب وبغات تدمر المغرب وحدة بغات تدمر المغرب خايفين يعني نشدوها ونحكموها محاكمة عادلة. وبزاف فيهم في الصحراء. حنا ما كنهضروش دابا على الاغتيال وعلى داكشي الاساليب المخابر لا غير شدها حاكم هاد السيده هادي بغات تقسمك هاد السيده هادي كتهدد الامن والوحدات البلاد. فاش تجي للعيون ودير جماعه ودير منظمه وتقول لك منظمه تحرير الصحراء وما نعرف في استقلال الصحراء والشعب الصحراوي وبغات تقسم المغرب هادي راه خاصها المحاكمه خاصها تحاكم خاصها تطلع للحبس. في اي بلاد في العالم راه اسبانيا هذاك خينا اللي بغى يقسم الباسك حكموني ب 16 عام في الحبس كاتالانيا ولا معت الباسك 16 عام باش حكموا عليه في الحبس. وهادي خارجه داخله وخدها مازال 48 مليون من فلوسنا حنا 48 مليون اللي واخده. وشوفوا اسرائيل اش دارت باق مكينش صعب نسمع تسمعي الهضره تهدد الامن ديالي غادي ندخل عليك حتى لدارك سالينا ما تزيد تسمعي الهضره. فين هي دابا ديك ايران وفين هي ديك الهضره وفين هو سوف ندمر امريكا وفين فين فين وفين الامم المتحده في الحير يعني حنا لا احترامك لا احترامه دام فين هي دابا مع هادشي اللي وقع باسرائيل. العالم كيحترم الصحيح كيحترمش الضعيف هذه خصكم تكونوا مأمنين بهذه القضية هذه. فاحنا في بلادنا ما محتاجينش نبقاو نقولوا لا ارضنا حقا شوفوا لا راه عندنا انت في ارضك سالينا الجيش ديالك تما البوليس ديالك تما السلطه ديالك تما الشعب ديالك تما صافي ارضك. انت دابا شوفوا فاش 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 خرجنا فيهم عينينا ومشينا رجعنا المعبر ديال القرقالات شوفوا كلشي الصندالستان كلشي هرب. ولكن الا بديتي كتلين وكدير وكت راه بقاو يطلعوا فوق راسك. حنا ماشي بحاجه لهاد الصراع هذا حنا ماشي بحاجه لي. الصراع صبياني مفتعل كيضيع لنا الوقت بزاف. هاد الوقت هذا اللي حنا منشغلين فيه في الصحراء المغربيه وفي هادشي راه هاد الوقت هذا يعني يجب ان نستثمره في شي حوايج اخرى اهم الاقتصاد العلم كدا هادي باش نطوروا. لكن ماشي حنا تابعين واحد البوهاليين زي قالك بوليزاريو شنو نفترضوا سيدي جدالا واخا مع يعني نمشيو حنا معاكم ابعد حد نفترضوا جدلا انتم ما غادي ديروا دوله مثلا بين قوسين هادشي راه ما عمره غادي يكون. انا حنا كنطرح غير مثال بسيط جات الامم المتحده ودرتو الاستفتاء اخذتو الاستقلال ودرتو الجمهوريه الصحراويه العربيه الاشتراكيه الصندليه زعما واش نتوما عند بالكم غاديروا بحال زعما تكون بحال الجابون ولا شنو صافي الا استقلتو غاتوليو بحال الجابون غاتوليو تصنعوا حواسيب الكوانتوم يمكن في ديك الصحراء حواسيب الكوانتوم غاتصنعوها الا استقلتو على المغرب. شوفوا هذوك اللي كيعاونوكم ودوك اللي شادينكم ودوك اللي كيصرفوا عليكم شوفوا حالتهم كيفاش دايره واش حالكم نتوما لا ديمقراطيه لا مشي بكري لا علم لا مشي بكري لا اقتصاد لا مشي بكري لا خدمات لا مشي بكري. خص يكون شويه العقل في هذه المساله هذه. وحنا خصنا ما نبقاوش ديك اللعبه لا صافي تقتل بالناس وكذا ولا عاجل الله يرحم بك اعترف بيا. انت الحل ديال الصحراء المغربيه واضح الحل ماشي غير في الصحراء بالتحديد. الا بغيتي تحل مشكله الصحراء خصك يعني وهذا الشيء الحمد لله يعني كنلاحظوا ان البلاد غادي فيه. لكن مع الاسف كيكونوا شي وحدين
اللي في الحكومه ولا شي لوبيات اللي كي تابعين المصالح ديالهم وتابعين البيزنس ديالهم وكيضحكوا على الشعب، كيضحكوا على الشعب دوك بدوك داكشي الفنكوش داك الكذوب درنا. اما هما راه داكشي اللي واخدين من اللي مستغلين فيه البلاد راه ما مستغلو حتى شي واحد. لهذا حنا الا بغينا نحلوا هذا المشكل الصحراء، الحل غادي يكون بيناتنا حنا المغاربه. خص ديمقراطيه شامله عندنا المغرب، وقبل الديمقراطيه خص واحد ثوره ثقافيه. ما يمكنش، لان الشعب ما فهمش شنو هي الديمقراطيه، ما فهمش شنو هي الحريه. شوف دابا انت دابا حليتي لهم الحريه وش الديمقراطيه، ولا قول لك زوجنا وعلى البوليس، ولا ما نعرف عندهم الديمقراطيه هي والحريه هي ما نعرف تسب وهي تقول هذا ماشي راجل وهذا ماشي امراه وهذا، راه هذه الحريه اللي ولات. لا، خصك تعريف الحريه، خص الناس يفهموا شنو هي الحريه. الحريه هي انك انت يعني اختار يعني الافكار ديالك والقناعات ديالك والستيل، ستيل الحياه ديالك، يعني انطلاقا من قناعتك انت، ماشي انطلاقا من الدوله انها ولا من شخص ولا من دين يجي يفرض عليك شي حاجه. هذه الحريه. فاحنا خصنا نفهموا الناس هاد المسائل، ماشي الحريه انت تجي تسب واحد وتقول انا حر، ولا تجي تقتل واحد انا حر، لا، تمشي الحرية. فاحنا خصنا ديمقراطية، خصنا الحرية، خصنا ثقافة ديال الإبداع والتطور، ونبنيو بلادنا. والصحراء راه غادي تكون هذوك ولادنا وخوتنا وحبابنا، حتى هما غادي يستافدوا من هذا الخير إلا عم على كل شيء. من هذا الخير إلا عم على كل شيء. أما حنا نبقاو تابعين الأمم المتحدة وهذا ما نعرف شنو، نشوف هذه شوف ما أنا صافي، ما داك الشيء أكل عليه الدراري وشري صافي. سالين احنا الان في العالم، يعني العالم الان ما مساليش لا تبرهيش من الاخر، هادشي ديال بوليزاريو العالم ما مسوقش ليه، ما زمت العالم ملهي مع كورونا ومع الاقتصاد، ما مسوقش لهاد الشعوب وتحرير المصير وتحرير ما عرف شنو هاد الزمر هذا ديالهم. فسالين احنا هادشي اللي خصو يكون، خصو يكون واحد العزه، عزة بالنفس اولا، العزة انك انت مغربي، والعزة انك انت ديك ارضك صافي، تبقاش لا هذا لا صافي، ارضك هذيك سليمي، ارضك صافي. هكا انت خصك تمشي بهذا المنطلق. ها اسرائيل شنو كان؟ على اسرائيل دابا شدات اسرائيل وسكتات، عرفات على فلسطين وسكتات، راه هي مشات عملية في تونس وعملية في دبي وعملية في ايران اي واحد كيهدد القوم ديالها كتقتلو من الاخر. سالينا، تحياتي لكم ونعاودوا في فيديو جديد. شكرا.